الحمى الرثوية هذا المرض الذي يدق ناقوس الخطر في أذهان الأطباء عند تشخيص الأطفال بالإصابة به. ما سبب معدلات الخطورة العالية المرتبطة بالحمى الرثوية؟ هل يمكن فعلا أن ترتبط ارتباطا وثيقا بروماتيزم القلب وتؤدي في نهاية المطاف بعد أن كانت حرارة والتهاب في اللوزتين إلى فشل في القلب أو ضرورة لتغيير صمامات القلب؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع باستفاضة مع ضيفي الدكتور عبد الفتاح أبو حويلة، مستشار أول أمراض قلب أطفال وتشوهات القلب. مرحبا دكتور عبد الفتاح. مرحبتين، وأنا بشكركم ست آيات والفريق المشرف وقناة تغيير الفضائية. الصراحة أنه هذا موضوع مهم جدا. هذا الموضوع من اختيارك اليوم دكتور. والله بالضبط، لأنه واجهتنا حالات إحنا في فترة الشتاء الماضي. نعم. وشفنا حالات وشفنا في اكتشاف متأخر فيها. في الحقيقة أنه الحمى الرثوية أو الروماتيك فيبر الإنجليش ذي كولت أو الحمى الروماتيزم، هذا مرض بصيب الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة. ننوه دكتور أن الروماتيزم هو علم متكامل تنطوي تحت مظلته العديد من مسميات الأمراض. بالضبط. فالناس عندما يقول أحدهم أنه أنا مصاب بالروماتيزم هو مسمى غير دقيق أو وصف غير دقيق. في أنواع كثيرة من الروماتيزم. هذا الروماتيزم بالذات يصيب الأطفال وبيكون بسبب جرثومة عنقودية اسمها الستريبتوكوكس. نعم. بتصيب التهاب اللوزتين والحلق. الفئة المستهدفة بكتيريا. نعم. الفئة المستهدفة من عمر 5 إلى 15 سنة. بيصيب الطفل التهاب لوزتين، طبعا ممكن يتعالج ممكن ما يتعالج ويتحسن. خلينا دكتور نمشي خطوة بخطوة. نعم. العمر من 5 إلى 15 سنة. هل هذا يعني أن البالغين لا يصابون بها؟ نادر جدا، أقل من 5 سنوات برضو كمان نادر. فخمسة إلى 15 هذا أكثر الفئة المصابة هاي المستهدفة دائما بالجرثومة هاي. فإحنا بصيبهم بالتهاب لوزتين مش فيروسي بكتيري. نعم. التهاب لوزتين متقيح، وراح أعرض لكم صورة. دكتور راح أعرض لكم صورة على كيف بيكون متقيح وعليها على الشاشة. عليها بؤر صديدية يعني مدة بتكون عليها بيضة، خيوط بيضة على اللوزتين. طبعا أعراضه بيكون عند الطفل ألم في الحلق، حرارة، تعب عام، وبعديها بأخذ العلاج أو ما أخذ العلاج. معظمهم بتحسنوا إذا ما أخذ العلاج، لكن يفضل إعطاء العلاج في أول 10 أيام من الأعراض. حتى بعد انتهاء الأعراض؟ حتى بعد، هذا نحكي عن التهاب اللوزتين إحنا. نعم. لأن هاي الجرثومة هذه تعشق اللوزتين وبعدين بتفاعل معها الجسم بعد 10 إلى 20 يوم من التهاب اللوزتين. يتفاعل الجسم ويكون أجسام مضادة تتلف صمامات القلب. يعني هاي الأجسام المضادة تتعامل مع أنسجة القلب على أنها هو نغريبة. الجسم أنها جسم غريب صارت. ليه؟ هل من عامل الشبه بينها وبين هذه البكتيريا؟ والله هي هو تشابه في نحكي في عمل نفس الأجسام المضادة. اللي هو هذا الأساس في الأمراض الروماتيزمية. بتعرف الأمراض الروماتيزمية كثيرة أنواعها ومعظمها تعتمد على المناعة، بصير خلل مناعي بالجسم. وبالتالي الجسم بصير يكتشف انه او يتعرف على الاعضاء الداخليه كانها جسم غريب وبالتالي بيهاجمها. يعني نحكي عن هذا المرض انه مرض مناعي. طريقه تفاعله مع الجسم مرض مناعي. نعم. الان احنا هذه نحكي لان اللي حكيت عنه كله التهاب اللوزتين. نعم. وهذا شائع جدا بالمناسبه. 80% من التهاب اللوزتين والحلق فيروسي. لأنه دكتور اسمح لي، يعني الكلام اللي قاعد تحكيه راح يخوف كثير من الأهالي. أنا ابني لما يلتهب حلقه من غير شر أستنى 10-20 يوم ديدلاين. لا أنا من بحكي غير شر ممكن يصاب بروماتيزم القلب. كيف أميز؟ هلا طفل عنده حرارة عالية، تعب، صعوبة في البلع، في آلام مفاصل. الآن نحكي الآلام مفاصل بدون التهاب مفاصل. راح أحكي عن الحمى الرثوية وأعراضها اللي تيجي متأخرة عادة. هلا تركيزنا على اللوزتين. اي التهاب حلق مع حراره مع تعب عام مع الام متعدده يجب عرضه على الطبيب لاخذ العلاج في اقرب وقت من الاعراض. الان السيناريو بصير كالاتي. اقرب وقت يعني بعد the earlier the better. ب 48 ساعه the earlier the better.
كل ما كان أبكر كل ما كان منعنا مضاعفات الحمى الرثوية. الآن السيناريو بصير كالآتي: المريض يتعالج بشفى، بعد 10 إلى 20 يوم بتعود الحمى، عشان يسموها حمى رثوية. مصاحبة لا طبعاً بيكون خلص كورس العلاج، خلص كورس العلاج وانتهت المشكلة كلها. العلاج يكون هنا بالمضادات الحيوية. بالمضادات الحيوية نعم. الآن بالفترة ما بعد هذه بيكون الجسم يتفاعل مع الجرثومة هذه، وبعديها صاب الحمى الرثوية. أنا مش أخوف الناس كثير، لو عندنا 100 شخص أو 100 طفل صابوا التهاب لوزتين، فقط 3% ممكن يصير عندهم الحمى الرثوية. النسبة ضعيفة وقليلة. قليلة لكنها لا تنفي حدوث. لا تنفي الحمى الرثوية. بالضبط. فإحنا الحمد لله إحنا نحكي في الأردن وبعض الدول العربية، لأنه هذا المرض بالذات مرض الدول النامية. شو السبب؟ لأنه الجراثيم تنتشر بسرعة. وطبيعة الناس بتعيش متقاربة مع بعض، تلاقي 3-4 بنفس الغرفة. أثناء كورونا كان في إصابات فيه؟ قليلة. قليل. أو ركزنا على الكورونا. ركزنا على الكورونا. كان ممكن. إحنا. ممكن. لأن بعد الفترة هذه نحكي بصير الطفل، كنا حكينا بيتعافى من التهاب اللوزتين، بتصيبه بداية أعراض الحمى الرثوية. طبعا في علماء صنفوها وحطوا لها أعراض رئيسية وأعراض ثانوية. نعم. الآن الأعراض الرئيسية اللي هي التهاب حرارة، التهاب المفاصل المتنقل، يعني من مفصل لمفصل. من مفصل لمفصل، يعني كيف لما نحكي التهاب مفصل مش وجع، بيكون في احمرار، تورم، صعوبة في الحركة. يعني التهاب بمعنى التهاب. التهاب معنى الطفل بارج بيقدرش يحرك إيده. عادة بمفصل واحد دكتور. بتنقل المفاصل الكبيرة عادة. فترة التنقل خلال يوم يومين. خلال 48 ساعة عادة مثل هيك بتنقل، بصيب الركبة، بعدين بزعل الكاحل، بعدين بصيب الرسغ. بضل يتنقل. بتحسن الأول بتصيب الثانية. وممكن يصاحبه طفح جلدي. كمان طفح جلدي دائري بيكون له أطراف. فيه بثور بيضاء ولا لا؟ لا احمرار فقط بتكون. زي مثل الارتكال. بدون حكة. بدون حكة. بدون حكة. وتختفي بسرعة. تختفي خلال 24 ساعة. الأم هنا راح تفكر إنه حساسية الطعام. مثلاً أحد الشايف هذا بتأخر التشخيص. كدمة. بس لما يكون في التهاب مفاصل مش لازم نسكت عليها نهائي. التهاب معنى الكلمة يعني. ممكن يتطور هذا الالتهاب إلى كيس خراج مثلاً. غالباً لا. لأنه. لأن التهاب مناعي، لأنه مش بكتيري هذا، يعني مش الجرثومة نفسها بتحاشي المفصل. بيكون نفس الأجسام المضادة. الآن. اللي حكينا في طفح جلدي، بعدين بصير ممكن نادر كتل عنقودية هنا بتكون غالبا عند الإيد من هاي المنطقة هاك. نعم. 40% بتأثر على القلب للأسف. 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 بس متى؟ الآن هي خلال الأعراض نفسها هاي. ممكن يعني مو إنه إذا أهمل العلاج يتطور في نهاية المطاف إلى أنه ينتقل إلى القلب. بدي أطمئن الناس أنا والأهل والأمهات أنه إذا الطفل أخذ علاج لالتهاب اللوزتين خلال 10 أيام من الإصابة بتقل نسبة الإصابة بالحمى الرثوية، يعني نسبة عالية. لكن لا تنعدم. لكن لا تنعدم. وعادة تيجي فصل الشتاء. أوكي؟ إصابة القلب في البداية بيبدأ في تسارع في النبض عند الطفل. عند الطفل مترافق مع حرارة دكتور؟ مش شرط. مش شرط. الحرارة يعني الشكوى الرئيسية راح تكون لطفل عمره 5 سنوات، شو ممكن يشكي لأمه؟ وجع صدر. تعب. ممكن خفقان. ممكن يلحق. تشعر بقلبه صار سريع زيادة عن اللزوم. طبعا احنا كأطباء قلب الآن بيجي دورنا أطباء الأطفال. بس يعني عدم انتظام في ضربات القلب. تسارع. تسارع. بس هي الشكوى. يعني إحدى الأعراض الرئيسية. ممكن تصحي من النوم. ممكن تصحي من النوم، والحالات الشديدة جدا 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 ممكن يصيب التهاب عضلة القلب. هو الرئيسي بصيب صمامات القلب اللي هو الصمام التاجي أو المايترالي. رئيسي. هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية الصمام المايترالي والأورطي. بالدرجة الثالثة الأورطي لوحده. والدرجة الرابعة اللي هو الصمام الثلاث شرف.
شو اللي بصير بالصمام؟ زي ما حكينا الجسم بيتعرف عليه كأنه جسم غريب. نعم. وبصير يعني يحاول يدمره. يضربه. فالصمام الله خلقه إنه يجعل الدم يمشي باتجاه واحد. ومكون من شغاف بيفتح وبيسكر. نعم. لما يصير خلل بالشغلة هذه والتهاب شو اسمه بصير الصمام سميك وبصير يهرب ويصير قصور في الصمام. هاي بالحالات الأولى. في الحالات الأولى. بصير قصور في الصمام التاجي أو الصمام الأبهري. طب الحالات شديدة جدا جدا تعمل التهاب في عضة القلب وغشاء القلب وبالتالي بصير فشل قلبي لا سمح الله. نادرة جدا هاي. طيب ممكن مرة واحدة تضرب دكتور؟ بيجونا حالات متأخرة بس حالات قلبية في بعض الأحيان مش مشخصة تيجي متأخرة. إذا كان الطفل هو أصلاً مصاب بمرض قلبي ترتفع هنا معدلات الإصابة؟ إذا كان مصاب بروماتيزم سابق وهذا بدي أحكي عنه في العلاج هلا حالياً خاصة بكون عنده استعداد إنه ينصاب مرة ثانية وإنه عنده استعداد يصير يزيد التلف. عادة المشاكل المناعية تتكرر نعم. لكن بفترات غير متوقعة دكتور. بس هذه يعني الحمد لله إحنا هذا علم قديم جديد وفي له وقائي يعني في له علاج وقائي. يعني في البداية أنا بشخص إنه في عنده حمى الروماتيزم. نعم. وبشخص طبعا في له فحوصات دم مصاحبة لازم أثبت إنه في قبل فحوصات الدم في أعراض كلينيكية على البشرة على الجسم ممكن فعلا تستدل من خلالها إنه صار مشاكل بالقلب. والله مثل التعب والشحوب وزي ما حكينا الخفقان. نعم. قبل أيضاً التوجه إلى الاختبارات المخبرية الدموية هل من فحوصات معينة على أجهزة معينة للقلب تستدله أيضاً من خلالها أنه صار في والله مشاكل؟ والله إحنا بجزء. كلها نعملها بشكل متوازي. يعني نعمل فحوصات مخبرية لما نشك بالمرض هذا ونعمل للطفل مخطط قلب إي سي جي. نعم. في علامة مميز فيه بتكون الإي سي جي تسارع وفي إحدى الموجات كل مسافة فيها البي آر انترفال طويلة هاي إحدى علامات الروماتيزم القلب هاي مميزة هذه. بعدين نعمل الإيكو صورة الإيكو. نعم. الإيكو راح أعرض لك صورة أنا كيف بيّن إنه الصمام الطبيعي والصمام المصاب ظاهر الآن على الشاشة. راح أبعث لك إياها على الشاشة راح أعطيها. هذه هي وبصير قصور بالصمام. نعم. بالمرحلة هاي أنا الآن إحنا القواعد العالمية في العلاج في عندنا جايد لاينز لما نصل المرحلة هاي صراحة إنه نعطي المريض أسبرين جرعات عالية ونعطيه الكورتيزون أنسولين. الآن الأنتيبيوتيك بنكمل علاج الأنتيبيوتيك عشان نمنع أو نقتل الجرثومة ونمنع تفاعلها المستمر. دكتور هل حقن البنسلين من الخيارات العلاجية أيضا المطروحة؟ طبعا زي ما حكينا إحنا للأسف هذا المرض بعيد نفسه وإذا التهبت اللوزتين مرة أخرى ساعتها إنه الإصابة القلبية إذا ما كانش القلب مصاب راح ينصاب القلب بنسبة أعلى وإذا كان مصاب راح يزيد التلف. فبالتالي الجايد لاينز الآن إذا أي واحد مصاب بحمى رثوية أو حمى روماتيزم يجب إعطائه حقن البنسلين الشهرية. السؤال لمتى؟ بالضبط. سؤال كبير هذا. سؤال كبير. إذا القلب غير مصاب بنعطي 5 سنوات. غير مصاب شو اللي بتقصده بكلمة غير يعني مصاب؟ يعني المخطط طبيعي والإيكو طبيعي. إذا ليه بدنا نعطيه حقن عشان بنسلين؟ أمنع حدوث إصابة ثانية. يعني بشكل وقائي. وقائي طبعا. هاي اللي نعطيها. الشيء الثاني إنه إذا القلب مصاب بديش أزيد التلف أنا كمان. وبروح كمان بعد حقن بنسلين وبعطيه علاج لعمر 40 بضل ياخذ شهري ابره يعني شهري لو كان عمره 5 سنوات راح ياخذ ياخذ 40 سنة. ولا لا سمح الله انه ينصاب القلب لانه القلب اذا انصاب وصماماته تلفت هذه سلافه وقصه طويله جدا جدا ما في علاج سحري فيها. ممكن تبدا بعمليات قسطره وتوسيع البالون للصمام أو استبدال الصمام وبالتالي استبدال مرض في مرض. صحيح. يا حقنة شهرية دكتور؟ شهرية نعم. طبعاً أنا بنبه لها كثير بنسوها أطبائنا والأهل كمان. البنسلين الشهري موجع ومؤلم. نعم. فبالتالي الطفل بتعقد منه. نعم.
فإحنا الآن بنصح أنا والتعليمات الجديدة إنه نعطي معه واحد سي مخدر أثناء الإبرة، نخلطها نعطي زي لوكين، نعطي مخدر بطل يشكي ولا شيء. يعني أنا بعرف مرضى كان دحكي لك قصص، يعني يا دكتور أنا ابني بس يأخذ الإبرة ويقعد يعرج 3 أيام عليه. قلت لهم بسيطة، أعطوا بس زي لوكين 1 cc. المرة اللي فات قل لي والله دكتور ما شعرش فيها بعديها. فيعني هاي إحنا بتغير الستايل تبع الحياة كلها. يعني أنا بدي أتوقف دكتور عند حقن البنسلين. حقن البنسلين أيضا التشخيص الخاطئ مصيبة. لما يجي طبيب قلب يشخص إنه الطفل مصاب بحمى رثوية تهدد القلب، روح يعطيه حقن البنسلين، لكن فعليا التشخيص من البداية هو خاطئ. ويوهم المريض مثل الجلاسيميا بأنه هذا العلاج السحري لك، لدرجة أن المريض إذا توقفت الحقنة بشهر ما يرجع ويشعر بألام مفاصل بشكل وهمي. لا شك إنها يعني الحياة صعبة مع البنسلين، صعبة خصوصا لما يكون أطفال الموضوع. لكن أنا أحكي لك شغلة، إحنا في الطب كله وأساس الطب هو التشخيص الصحيح. فإحنا بدنا نشخص تشخيص دقيق 100%، لأنه هذا قرار حياتي. مش قرار إنه خذ هالكورس الأنتيبيوتيك وبعدين المريض بطيب، لا، أنا بدي أخذ قرار إنه هذا صابه حمى رثوية وحمى روماتيزمية، وأنا بدي أخذ قرار إنه راح يأخذ العلاج هذا either 5 years or 40 سنة، نعم 40. الآن ليش بنحكي الكلام هذا إحنا ومنركز عليه؟ لأنه خطورة إصابة الصمامات زي ما حكيت لك، إصابة الصمامات مش شيء سهل، وهذا يعني صمام رئيسي جدا. خطر صغير لكن يجربنا حدوث أخطار كبيرة. مثلا بدي أحكي لك شغلة الآن. الآن إحنا بيجونا حالات وخاصة عند الصبايا بتكون صايبة حمى روماتيزمية ومش مشخصة. بعد 30 سنة 40 سنة اللي حكينا عنه قصور الصمام اللي هو توسع الصمام بتحول لتضيق. لأنه بصير في عليه ألياف الصمام وبشد زي أي تل، بالتالي بتضيق، فبتحول ماترال ستينوسيس بصير عنده، وبالتالي ماترال ستينوسيس لصمام رئيسي بالجسم أول شيء بخل في عمل الصمام. بعدين بيعمل مضاعفات، بعدين بيقلل كفاءة القلب، والأخطر من هيك كمان بيعمل رجفان أذيني. فبصير عدم انتظام، فدخلنا في نبضات القلب، وبالتالي الرجفان الأذيني أول شيء بضعف القلب. وبعدين أكيد مر عليك حالات كثير والإخوة والمشاهدين إنه إحنا بنخاف من الرجفان الأذيني إنه ممكن يعمل جلطات دماغية. طبعاً علاقة. لأنه بصير رجل البطين مثل هيك والأذين، وبصير نبضخ دم فبتكون جلطات وبتطلع على الدماغ. هذا عن الجلطات القلبية. عدد الجلطة القلبية طبعا. فإحنا عشان هيك بدنا تشخيص دقيق، علاج دقيق، فهم الأهل ونشرح لهم. لأنه طيب اسمح لي دكتور، تشخيص دقيق علاج دقيق. الطفل أصيب بهذه الحمى التهاب اللوزتين، ذهب من الطبيعي طبيب أطفال أو أنت اللي هو الأنف وأذن والحنجرة. صحيح. تمام؟ صحيح. أخذ العلاج عادت بعد أسبوع 10 أيام أسبوعين. هنا إلى من أتجه؟ إلى طبيب أطفال قلب أطفال ولا إلى طبيب أنف وأذن حنجرة؟ عادة بروح على أطباء الأطفال، وأطباء الأطفال لما يشكوا في الموضوع إيه حالة؟ يبعثونا إلى أطباء قلب الأطفال. هذا التسلسل الطبيعي. يعني طبيب الأطفال بيطلب صور ولا رأساً بيحول على قلب أطفال؟ المفروض يحول إذا شك في حمى روماتيزمية أو حرارة رجعت مع التهاب مفاصل، يحول على طبيب قلب الأطفال. نتعاون هل كفريق. يمكن دكتور الشفاء بشكل نهائي من روماتيزم القلب؟ والله هو سؤال هذا صعب، والشفاء بيد الله عز وجل. لكن احنا أحكي لك شغلة، أنا حتى عملنا دراسة عليها، في جايدلاينز أوروبية وأمريكية وفي تعليمات من التجربة وحالاتنا إحنا ومجتمعنا، لأنه أمراضنا إحنا بتختلف نوعا ما عن شو اسمه. أنا وجدت إنه أي إصابة قلبية حتى لو كانت بسيطة جدا
أي إصابة قلبية لو كانت بسيطة، استخدام الكورتيزون لمدة أسبوعين مبكرا يؤدي إلى الشفاء بنسبة أكثر من 90%. هو الكورتيزون أسبوعين؟ بس أسبوعين نعطيه، يعني ما في مضاعفات، مش مضاعفات ناجمة عن الاستخدام للكورتيزون. تعرف الناس بتخاف منه، بتخاف منه آه. أسبوعين بتركش أثر على الطفل نهائي. نرجع لحقن البنسلين دكتور. أنتوا عارفين إنه في حساسية بنسلين. نعم. الطفل اللي عنده حساسية كيف هنا التعامل يكون في هذه الحالة؟ إحنا بنعمل فحص التست، هذا السكن تست، الفحص الجلدي. وهذا الفحص يجب أن يكون في مستشفى مو في عيادة. لأول مرة ينعمل هذا. ينعمل بالمستشفى هذا أو حالة بالإمرجنسي روم. نعم. بعديها بصير يأخذ الطفل في أي عيادة. لأن إذا ثبت حساسيته في عنا علاج خط ثاني، حبوب بأخذها يوميا مرتين. هي مجموعة الإريثروميسين. ممكن يكون لها مضاعفات أثار جانبية قليلة، جرعاتها قليلة، لكن إحنا بنمنع الضرر. هي تصنف من الأدوية البيولوجية دكتور؟ لا لا، لحد الروماتيك فيفر ما بنستخدم الأدوية البيولوجية فيها. نعم. مجرد مضاد حيوي لمنع التهاب اللوزتين البكتيري العنقودي، بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. اللي شايلين اللوزتين يعني هذا الموضوع بأنهم معفيين من الإصابة بالحمى؟ لا والله لا، للأسف لا، أثبتت الدراسات لا. إصابتهم تكون أعلى خطورة؟ بتكون أو أشد؟ أقل إذا أصيبوا دكتور، يعني نسبة الأعراض بتكون أخطر وأشد؟ نسبة إصابتهم بالروماتيك فيبر أقل من غيرهم الحمى الرثوية، لكن لا يمنع أنه التهاب شيل اللوزتين أو استئصال اللوزتين من حدوث الحمى الرثوية، لأنه ممكن تكون بالحلق الالتهاب وليس باللوزتين. والله يا دكتور المعلومات اللي أنت اليوم ذكرتها في اللقاء هي معلومات جديدة على نسبة عالية من المشاهدين، وأنا واحدة منهم. والله بدي أحكي لك شغلة، يعني إحنا معلومات جديدة الحلو فيها كليا. إنه في لها علاج وقائي زي ما أقول لك شغلتين الآن أثبتوا نجاعهم. أول إشي المضاد الحيوي خلال 10 أيام من إصابة اللوزتين بقللها بنسبة كبيرة الالتهابات، هذه هي واحدة. الشغلة الثانية الاستخدام المبكر للكورتيزون، يعني أنا بعطي المريض كورتيزون أسبوعين بخفف الإصابة، تصور 90% للصمامات. أوكي، بس تحت إشراف الطبيب طبعاً. لا ما بنشوفه إحنا بشكل دوري ولا أروح أقطع على رأسي. بدي أحكي لك شغلة ثانية، هذنا إحنا عادة من نتابعهم طول العمر. يعني مريض الروماتيك فيفر ما بتركه أنا بالبداية، بتابعه ممكن تابعه كل أسبوع، كل 10 أيام، كل أسبوعين، بعدين بستقر الحالة بخليه كل شهر، بعدين كل شهرين، بعدين كل 6 أشهر، بعدين سنوية بصير. يعني الفحوصات الروتينية شر لا بد منها. والله طلع علي هي شر لدرء شر أكبر. صحيح. صحيح دكتور. نعم. وأنتم أطباء قلب الأطفال، أنتم ملائكة رحمة، تخيلونها دائما الحمد لله. على هاي الأرواح الدافئة والوديعة وتمنحونها الأمان والاستقرار وصحة والعافية وكله بمشيئة رب العالمين. شكرا لحضورك معنا الدكتور عبد الفتاح أبو حويلة، مستشار أول تشوهات قلب أطفال وأمراض القلب. أشكركم، وأنا يعني أتأمل أني وضحت الفكرة وما خوفتش الناس، وأهم شيء إنه هذا المرض له علاج. أنت ما خوفت، أنت نبهت اليوم دكتور. هي مش خطأ الواحد إنه يعني الجهل في إشي عادة يؤدي إلى مضاعفات. صحيح. إذا اكتشفنا إشي مبكر نعالجه مبكر، وبالتالي نمنع آفة كبيرة طول العمر. نعم، والشفاء بيد الله عز وجل. الشفاء والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.